جئنا بها اليوم تحت عنوان أطفال فلسطين يريد ميكائيل ايش ميكائيل هنا والسيارة ينسون. رسالة الأطفال هي رسالة لكل المؤسسات الدولية وللمجتمع الدولي أن الطفل الفلسطيني بهذا السن لا يمكن أن يقبل أن تهود مدينة القدس، لا يمكن أن يتناسل عن مدينة القدس. أرادوا أن يقولوا للعالم القدس بخطر إذا لم تتحركوا من أجل إنقاذ القدس، وبالتالي لا أحد يستطيع أن يعرف إلى أين تتجه الأمور، ولهذا عليكم أن تمكنوا الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره حتى يعيش أطفاله مثل أطفال كل العالم بحرية بعيد عن الاحتلال وبعيد عن سياسة هذا الاحتلال الذي حرمت طفل فلسطيني الطفولة والتي إسرائيل تنتهك حقوق الطفل الفلسطيني المكفولة بقرارات الشرعية الدولية. أكثر من 11 عام جئنا اليوم لننقل هذا أن الاحتلال الإسرائيلي والإغلاق والحصار الذي يمارسه وتحرير القدس آت لا محال، والليلة اشتد ظلمته فإن الفجر له أبشر فهذا الفجر له. ها نحن جئنا يا صلاح، لن تعرف نفس ارتياح حتى أرى شعبي وليس له الأقصى براح. شلة كبيرة يا دولة سيدة وسالب يا بوس عاد غدا يا بلاد القريب.